تزوجت وذهبت إلى بيت الزوجية. ذهبت إلى بيت الزوجية إلى الأبد. شرط الزواج التأبيد. أكيد في ضغوط في الحياة، أكيد الحياة صعبة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أكيد كل واحد بيعاني، أكيد إحنا في زمن بتزداد فيه المشقة والأقدار والأنكاد. أنا الأريح لي إن أعيش لوحدي، وإنت الأريح لك إنك تعيش لوحدك. الأريح لكل واحد إن يعيش بدماغه، يقولك عيش بدماغك ترتاح، صاحب نفسك ترتاح، هي دي الراحة. لكن العبادة فين؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما تخرجيش من لجنة الامتحان، أنت لسه عمرك طويل إن شاء الله. إحنا بنتطلق ليه؟ بيوتنا إحنا بتخرب ليه؟ النساء بتخرج من بيوتها لبيوت أبائها بعد الزواج ليه؟ وبعد سنين قصيرة وشهور قليلة تبقى كارثة، وبعد عشرة طويلة برضو تبقى كارثة. الحياة المفروض تبقى مؤبدة، المفروض الحياة تستقيم وتفضل. يا جماعة احنا مش بنقول الطلاق حرام ولا حتى غلط، لا، الطلاق حل وفرج ومخرج وشريعة، ويجعل الله عز وجل له لصاحبه مخرجا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بس ده خراب وفشل، ده فشل وإخفاق. ممكن تعيش بعد كده حياة أجمل، ممكن، بس احنا عايزين نحافظ عليه يستمر، وخصوصا لو في أولاد.